بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقة بتاعتنا النهاردة بنتكلم ازاي نعمل للعجلة موتور كهربائي. احنا جبنا موتور بتاع سكوتر كهربائي، خدنا منه الموتور اللي هو قدامنا ده، وخدنا منه الترس الخلفي اللي بيركب في الطارة، وخدنا منه الجنزير اللي هو اي جاي معاه، ومعانا المجموعة كاملة البلاطة اللي بتزود السرعات، ومعانا في نفس الوقت الضفيرة وفيها المقبض اللي مثلا زود لنا حركات السرعة ل3 درجات. احنا هننفذ دلوقتي نعمل لكم ازاي ننفذه على عجلة. احنا اول شيء هنجيب الطيارة دي عشان ننفذ فيها نظام ترسين، اللي هو الترس ده والترس ده. احنا ممكن لو نفذناه نظام ترس واحد، ولو شغلنا الموتور على ترس، فطبعا مع حركة الموتور البدال هيلف مع الموتور. فاحنا عايزين نعمل حاجة يبقى حاجة مختصة للموتور بترس من ده، وحاجة الترس التاني مختص بالبدال. طب دلوقتي في سرر من دي، احنا عايزين السن ده بطويل معانا، السن ده قصير معانا، فالحل معانا ايه؟ هقول لكم الحل ايه. وممكن في سرر من النوعيه دي يبقى فيه الضعف في السن ده، يعني مثلا شوف السن دي مسافته 5 سم اهو، تمام، 2 سم بيزيد، بتلاقي سرر مسافه السن 4 سم. طب انا عايز اعمل حاجه اشغل بيها السن ده اللي هو الايه الصغير ده، اعمل ايه؟ بجيب اللي هو الظرف بتاع القلب الدراجه، شايفين شكله عامل ازاي؟ بشغله عشان ده بيليق بنفس السن يبقى ماشي مع ده بالظبط. طب انا هقول لكم بقى التركيب ازاي. انا اول حاجه هنا اللي بستعملها هنا الاكس عندي، عشان لازم اعمل مسافه للظرف نفسه، عشان لو انا عملت الكلبه دي هتبقى غطس لجوه. انا بركب الصاموله دي الظرف ده كده، هوريكم انا بقى التركيب ازاي عشان هو ايه الوقت برضه ما ياخدش معانا وقت جامد. انا كده ربطت اول واحده ايه، ولازم اربطها، دي ما ينفعش ان انا اربطها رباط بسيط، لازم اربطها رباط قوي. احط المفتاح كده الناحيه دي هنا، انا عايز اوريكم برضه كده والناحيه دي هنا كده، الكاميرا بقى نسيبوها اهي. بص، لازم العشر معشوق دول، لو انا ربطتها مش عشر معشوق مع لفه العجله هيفك خالص. انا بقى برضه ده الدريفت الثانيه دي، ان انا عايز مسافه كده، تمام، برضو امسك الظرف اللي بعديه كده كده. انا خلصت اول حاجه. طب الترس اللي انا عايز اركبه بيركب على عدلته كده، تمام. طب اثبت انا ده بقى ازاي؟ ده انا جاب النوت سيستم ده 16 سنه، في منه 18 وفي منه 20 سنه، اللي ينفع بس في ده ال 16 سنه، عشان هو بيجي على قد الايه؟ القطر اللي هنا ده بالظبط. لو انا ركبت بس دي كده ناحية تانية، طبعا ده 16 سنة وده 16 سنة. انا جيت اركب ده، بص جاد ايه يعدي، في نوع منه اقل شوية برضه 16 سنة اللي هو ده، بص بيبان، يبقى هو ده اللي انا شغاله. طب ده عديته كده، انا عايز الترسي ده مثلا ممكن اثبته كده من هنا، وممكن اثبته من جوه، تمام. احنا هنقول نثبته من جوه عشان ناخد المسافه، ومعايا مسامير اللي هي الارنكي دي بثبتها كده، تمام، ومعايا ورده عشان تمسك لي في طرف السن دي كده اهي، وبرضه تسمولة كده، تمام. واجي الناحيه الثانيه عكسه، احط دي هنا كده، واهم حاجه عندي احط الورده، تمام، واربط دي كده. عندي مسمار ده كده، احط هنا ورده برضو، واحط صامولة هنا، المسمار التاني كده، واحط الورده واربط الصامولة. أهم حاجة الرباط ده ميبقاش رباط بسيط، ممكن
امسك ببنسة مفتاح 10، انا معايا مفتاح 10 اهو في ايدي اهو، اثبت الناحية التانية، مفتاح الانكي اربط الهنا. انا ده اول حاجة بثبت الترس اللي ده مهم قوي، ده الترس العجلة. الكامر باين من برضه اهو جامد اهو. اجي الناحية التانية عكسه كده، واربط بالتانيين وهوريكم برضو ازاي. احنا كده ربطنا المسامير العشرة بنظام الانكي من هنا. طب احنا خلينا الترسي ده من تحت، وممكن نخليه من فوق، بس انا عايزه من جوه عشان يرمي لي الترسي ده هناك. طب انا اول حاجه بثبت ده كده كده، بثبت اول شيء كده، بربطه كله، ده ما بربطش كله، بربط نص الجزء السن. تمام، انا بلف كده، ابص بلف اهو، بلف معايا اللي دي اللي هتكمل لي بقيه اللي المسافه دي اللي هي الجلد بتاع الظرف بتاع القلب العجله، احطه مثلا كده. طب انا افك شويه تاني عشان اظبط المسافه اللي انا عايزها كده اهو. تمام، طب انا بعمل ايه؟ عايز اعمل لو انا ركبت السيستم ده كده احط لي في نظام المسامير دي، بعمل له ورده زي ورده كونتر بتنفعني ان في السيستم ان ما يحكش على بعض، وفي نفس الوقت بيبقى إيه بتعمل لي زي ورده كونتر بين الاثنين والصامولة هنا، يبقى ايه بتقفل السيستم عشان ما يفكش تاني. انا بعمل كده اول حاجه برضو دي كده نظام دي ورده كونتر، واهم حاجه ان انا اربطها جامد. انا بربطها كده بص، الف بالسيستم كده، كل ما بلف ربط كده خلاص كده انا خلصت اول دايره اللي هي دي. تمام كده السن معايا كبر اهو عشان هيكمل للسيستم التاني. انا برضه عشان اتاكد ان ده اتربط جامد لازم اجيب لفه بايدي كده جامد كده خلاص ده ربط. تمام، الاول حاجه يعني. التانيه دي انا بثبت كده السيستم التاني ده الجزء التاني، بلف كده واربطه جامد برضه كده كده ربط، يبقى ده متحكم لوحده باين اهي، وده متحكم لوحده. تمام بص، يبقى ده هيشتغل نظام للموتور وده هيشتغل نظام البدال. احنا هنوريكم برضو واحنا هنركبها ازاي ونثبت الموتور ازاي، ويا ريت ان شاء الله تعجبكم باذن الله. احنا دلوقتي هنركب الاطاره بعد ما ركبنا الترسي ده بقينا ظبطناه. تمام، هنركب اول حاجه الجنزير الصغير ده، نرميه اول هنا عشان بخلصنا من ده. تمام، وعدي انا دي كده. طب عندي الجنزير اللي هنا ده عشان اظبط تركيب الجنزير ده ازاي، نظبط اللي عليه. اركب انا قطاره كده وعشان الطاره ما تقعش مني بركب الجنزير ده على طول عشان ايه، يبقى كده نهيت اول خطوه تركيب. ومش اول حاجه بظبط الطاره في النص كده، بربط الصاموله من الناحيه اللي هناك، انا ايه بتربط الناحيه التانيه، وعندي صاموله رقم 15 بربطها برضو هنا طبعا، واشد الايه اشد الجنزير كده، ما اخليش الجنزير مشدود على الاخر بين البنين عشان ما يعملش ثقل في العجله. بربط انا كده اربط الناحيه التانيه برضو شويه كده، اربط الطرف النص كده، الف الجنزير اشوف كده تمام. انا عايز الشد اهو كده، عايز الشد زينا ظهره كده، شديت اهو ايدي لما الطاره، وعم الرباط هنا ده ما بديش رباط نص رباط، لا بدي رباط اهو كده كده، اشوف الطاره تقيله ولا خفيفه. لقيتها بس تقيله، وبهو الظرف اللي من جوه كده، بعد تهوية كده واربط رجلي برضه كده كده طلبت اتنين مني. طيب انا دلوقتي اجرب هنا، شغال اهو تمام مظبوط، اشغل ده تمام ادي مشدود سنة كده، ممكن ارخيه سنة عشان الشد الجنزير بيخلي فيه ايه، بيخلي تقل، بيعمل تقل في العجلة. اعمل كده كده ظبط تمام.
يبقى انا كده متحكم بده. بص انا ماسك اللي جوه اهو، اللي جوه شغال. طب ماشي، انا لو مسكت ده وشغلت اللي جوه شغال، تمام. هوريكم التركيب الموتور ازاي، وهنشوف بقى ايه الحاجات اللي انا هركبها لكم هنا عشان نثبت على الموتور بطريقه سهله وتعجبكم ان شاء الله. احنا دلوقتي بنجيب الموتور، بنظبط الموتور الدخله بتاعتنا قد ايه كده مثلا. احنا حسبنا الدخله بتاعتنا كده بالظبط. انا عامل 2 افيز عشان ما مش عايز الحم الموتور ده في العجله. بعملها ازاي؟ انا علمت العلامه بتاعتي، عرفت المسافه بتاعتي فين بالظبط. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عامل 2 افيز بافيز من تجويفه كده، وعامل لها حديده من فوق كده، عامل لها تجويفه طويله. ليه؟ انا عامل تجويف الفتحه بتاعتها بالطول دي عشان اقدر اسحب الموتور لقدام ولورا، اقدر اتحكم في السن بتاع الموتور ده لما يوصل الجنزير ده كده، يبقى يقدر بقى ايه، اقدر ادخل بالموتور جوه كده او اطلع بيه كده. المسافه دي هي اللي ايه اللي بتخليني اتحكم في الموتور كده وكده. انا عامل 2، واحده في المنطقه دي بالظبط كده وبلمها مثلا بين بالذريه، وواحده في الناحيه دي تمام بعدها كده. انا اللي هنا دي عاملها بميله عشان ما تخبطش في الجنزير. طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا مثلا عايز اركب اول حاجه دي كده، اجيب بنت مثلا الم الايه دي كده جامد تمام، وجايب لها مسمار 13، كل حاجه باينه عالي في الكاميرا اهي تمام، والورده بتاعتها. ببعد المسمار من ناحيه كده كده، ده اللي هيشيل الايه الموتور. وبمسك الورده كده عشان الصامولة دي لما اجي اربطها ما تختص في المجرى اللي جاي دي، لازم احط ورده ليها. انا بربطها كده طبعا، بشوف المسافه تحت، ما بربطش دي خالص عشان اقدر اتحكم دي الموتور اللي قدام او لورا. ممكن اديله سنه كده بس عشان يبقى ايه ثابت. كده كده الثانيه برضو اللي هنا دي مكانها مثلا في الحته دي كده مثلا، الم مسمار كده القفيز ده كده اربطه كده. وعندي برضو مسمار الورده بتاعته رقم 13، اعديها من هنا كده واحط الورده واربط الصاموله كده. طب انا ما بطلش جامد دي عشان اقدر اتحكم في مسافه الموتور كده وكده تمام. انا بجيب الموتور ده، انا طبعا ليه نظام الوص في الموتور من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وعامل فتحه في النص ثالثه هنا وهنا عشان اقدر اشوف اتحكم اني ان انا استعمله. فطبعا انا بثبت الموتور كده كده، فعرفت ان انا هستعمل اني الفتحه اللي مثلا اللي في الاخر، لا اللي من هنا دي اول واحده من دي تمام. طبعا عشان دي فيها مجرى غطسه بعمل لها زوارده او صاموله كونتر من تحت. الصاموله ده معايا اهي، بعديها كده باين اهي الفتحه اهي تمام. انا بربط ايه الموتور في المنطقه اول حاجه كده، بشبط اول سنه ربط، بجيب الناحيه الثانيه برضه عشان اخد المسافه. دي عايز ترجع ورا شويه، هرجع كده تاني اهو، وابص الصاموله كده اشبط كده تمام، واركب الجنزير. طبعا الجنزير على الترس من جوه عشان اتحكم وفي الدرس الكبير. طب انا دلوقتي الموتور عايز يطلع قدام، اطلع قدام كده. طب اثبته بقى عشان اتاكد الالانكين اربط بيه كده تمام، واربط ده برضو كده عشان يتحكم لي في الايه شده الجنزير كده. طب انا عايز اطلع الموتور قدام، ابص كده بصه كده، لو انا عايز اطلع من قدام اشد الجنزير كده واربط الايه برضو الان كده، كل ما ياخد حقه في الرب كده اهو. بص الموتور انا لسه ما ربطتش ولسه ما اتمش وسبت مكان، بص لسه ما ربطتش. طيب هربط برضو على ده واوريكم برضو ايه نعمل ايه. احنا دلوقتي ثبتنا الموتور، واهم حاجه الميله دي
مش بقاش جايه جايه عدله، تمام، عشان السيل ما بقاش جاي ميل. اهم حاجه الربط، اكمل الربط ده، ياخد حقه في الربط كده، يبقى كده ثبت الايه الموتور في الاعلى. طب انا الحل بقى الثاني هنا ايه؟ لازم اربط ده بقى كده عشان ده اللي بيمسك في الكادر، انا ما بلحمش حاجه في الكادر نهائي، كل شغله في الافيزين اللي انا رابطهم هنا والموتور راكب عليه. انا بربط جامد عشان الموتور ده قوي، الموتور ده بيشتغل على فولت 24، احنا معانا كام بطاريه؟ 2، عشان يشغلوا ايه الموتور ده. في نفس الوقت بمسك الناحيه الثانيه كده برضه، عشان هو مربوط جامد. الموتور جامد اهو عشان ده قوي في الدوارة بتاعته، الجزيرة راكب عليه. طبعا اجرب كده الموتور اهو، تمام اهو شغال عليه. احنا لسه مع هنعمل التجربة بتاعت تركيب البطارية وبقية السلوك وهنوريكم ازاي. احنا دلوقتي جبنا البطاريتين بتاعت السكوتر الكهربائي عشان نعمل تجربة على اللي احنا عملناه ده، شغال ولا الجنزير اللي ما يلف هيقع ولا مشدود ولا ما معمول ازاي. فطبعا احنا السلك ده نظام سلك بيتوصل فرده من هنا وفرده من هنا، لو انت جبت الارض من هنا وكهرباء من هنا هيلف حركه الايه العجله مثلا الموتور كده يمين، لو انا عكست الفرتين الارض كهرباء جبت دي هنا ودي هنا بيخليه يلف شمال، تمام؟ خلي بالكم من الحته دي، يعني انا لو عكست الفرتين يجيب لي ايه؟ لا هنا يجيب لي يمين، عكست الفرتين يجيب لي الناحيه الثانيه شمال، تمام؟ احنا جبنا البطارتين عشان بس نشوف المجموعه اللي احنا عملناها دي مظبوطه ولا فيها خطا، لو لقيناها مظبوطه وشغاله وتمام مظبوطه يبقى احنا كده ايه الموتور والتثبيت الترسي ده تمام مظبوط، ان شاء الله هنجيب الحاجه الباقيه ونكمل التركيب ازاي، وهنوريكم نثبت البطاريه ازاي ونشغل الدواسه والعداد اللي بيدينا الحركات السرعات متغيره، هنوريكم برضو بتركب ازاي. انا وصلت البطاريه اهي وخدت فرتين عشان اعمل تجربه على اللي انا عملته ده، وبوصل في اي حته اي اتجاه، انا ما اعرفش انا بعمل في اي اتجاه بس هيبين لنا مع لفه العجله. اه بص احنا دلوقتي ايه وصلنا اهو، يبقى كده لفه العجله الصح ده. بص تمام، احنا لما اجي اوصل كده العجله بتعمل ايه؟ بتمشي ازاي؟ بص الكرسي نفسه بيشتغل، الكرسي كبير بيشتغل وبتمشي بسرعه قويه جدا. احنا هنركب بقيه المجموعه وهنوريكم برضو ايه التركيب ازاي. احنا دلوقتي ركبنا الموتور، ثبتنا الموتور، ثبتنا الترس، ثبتنا الجنزير، وعملنا كل شيء في النظام ان احنا نشغل الموتور في العجله ازاي. وجبنا هنا عملنا صندوق في الحته دي عشان نحمل عليها الجزء البطاريه، طبعا كل بطاريه 12 فولت، دي 12 ودي 12 12 عشان الموتور ده لما بيشتغل ب 24 فولت عشان الطاقه بتاعته بياخد طاقه قويه وعدد اللفات بتاعتها سريعه. في نفس الوقت احنا معانا هنا البلاطه دي، البلاطه دي مهمه قوي ليه؟ نعتبر اللي بتنظم عن السرعات، مثلا نيجي نزود السرعه في اليد بتاع الفنجان، نظام ثلاث حركات ثلاث نقلات، طبعا ده بينظم لنا السرعه بتاعت العجله، السرعه البطيئه والاسرع ثم الاسرع، تمام؟ ده منظم المهم للمجموعه دي. وفي نفس الوقت الضفيره دي بتيجي جاهزه في السكوتر، وممكن تلاقوها دي احنا خلعينها من السكوتر شغال، فاحنا قلنا نعملها على الدراجه عشان برضو ايه نشغلها ازاي ونريكم الفكره الجديده بتاعتنا ايه. وفي نفس الوقت احنا وصلنا الضفيره بتاعتها، الضفيره بتيجي بنظام كده وفيها نظام الكلاكس بتاعها احنا مثبتينه كده، والجزء البطاريه في الصندوق بتاعها ثبتناها، ودي نظام فيش، ركبنا الفيش بتاعتها ووصلنا الموتور عليه تمام. وفي نفس الوقت هنا ده المقبض الغيارات في المنطقه دي، ادي المقبض ده اللي بيشغل بيحرك اللي العجله، وفي مثلا فيها سريمه من الناحيه دي برضو، الزرار هنا بيشغل، وفي نفس الوقت في نظام الفرامل بتاعها برضو حساس شغال معاها السلك برضو. بس احنا دلوقتي ايه اهم حاجه احنا عملنا التوصيله بتاعتنا، وفي نفس الوقت هنشغل لكم العجله
وتبهدلكم ازاي. في نفس الوقت هنا في المنطقه دي، دي البلاطه دي بنركنها متثبته مثلا هنا باي مسمار ولا اي حاجه، بس احنا عشان ايه بنعمل الحلقه بننجز في العمل ايه بسرعه. في نفس الوقت احنا عندنا هنا الفرتين دول، ده نظام المفتاح بتاعها، او ممكن تعمله بنظام مفتاح وممكن لمس كده. لما لمس انا كده ايه اللي بيحصل؟ في اللمض عندي بيتنور هنا فوق الجزء اللي هنا ده، تمام؟ هي منورين اهو. لو انا فصلت هثبت عليها وهفصل كده من تحت، ادي فصل اهي. لما اجي اوصل كده ده نظام الايه، ممكن اعملها باي مثلا مفتاح كمتر او مفتاح صغير كده بتاع العربيات، وان انا افصل منه واشغل منه، تمام؟ دي للحركه. وفي نفس الوقت انا لما اجي ازود من المنطقه دي، بص انا هزود اهي، شوف العجله بتعمل ازاي. العجله جرت معايا بكل سهوله. طب انا هرفع العجله عشان مش عايز العجله تجري، في نفس الوقت هرفعها واوريكم برضو ازاي. انا كده هزود سرعه بسرعه بطيئه، بص بطيئه اهي، بطيئه بشكل عام. الحركه هي كم سرعه؟ 3 سرعات، سرعه بطيئه ثم اسرع ثم اسرع. مجرد ضرب زي ما كنا بسرعه واحده اهي، شغاله اهي، شغاله اهي، بسرعه بطيئه كده ماشي ايه بالراحه. هتزود السرعه الاسرع، هزود السرعه الاسرع، هتلاقي معايا اهي. دي كانت حلقتنا النهارده، ويسعد بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.